طبعا هاي الطريقة هي مال شلون تدز له دعوة عن طريق الكود. وهنا منظور الشخص الثالث، قبل كان بس هيجي منظور الشخص الأول، كان مجرد سلاح. هذا اللاعب، هذا اللاعب، هذا بوت، هذا اللاعب، هذا بوت يقدر يغير هو عليه. طبعا انا عندي سرعة هنا، الهدف، تدبير الهدف، تدبير الهدف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير، وياكم علي العراقي. لعبة فراغ برو شوتر اونلاين، طبعا لعبة ناشر عليها قبل سنتين تقريبا، كان بها منظور الشخص الاول، عدلوا عليها هواية يعني خلال سنتين، هواية طوروها، اضافوا بها اكيد شخصيات جديدة، شخصيات هواية اضافوا بها، واضافوا بها منظور الشخص الثالث. انا صراحة اتذكر انه قبل وشفت الفيديو مالتي السابق قبل سنتين، كان بها منظور الشخص الاول، سووا بها منظور الشخص الثالث، يعني اللاعب يظهر او تريد مجرد السلاح بس. هاي الشغلة كلش حلوة. زادا اجاني سؤال همين على اللعبة، انه شلون نضيف اصدقاء او شلون نلعب ويا صديق محدد، مثلا تختار واحد تلعب ويا اونلاين. اول شي طبعا من هنا ندخل الفان بيس، اللي هي هنا تقدر تسوي اصدقاء، القائمة مال الاصدقاء، عندك الفريند، اصدقائك هنا يطلعوهم كلهم. عندك هنا اد الفريند كود، مثلا يعطيك كود الصديق، هاي راح نجي عليها شوية شوية، بس بالبداية هنا تفوت على اسمك، عندك هنا الفريند كود. طبعا هنا عندك مثل شلون الانستغرام مثلا، رابط مال شانل مال قناة اليوتيوب تقدر تخليه، مثلا تكتب هنا بالوصف انت شو تريد، مثلا هنا أنا مثلا تعدل البايو يسموه شلون الانستغرام، تكتب مثلا انا هيك هيك يعني فد شي تعريف عليك، تختار العلم، الافاتار اللي تريده. طبعا هو بإضافات، عندنا هنا هذا الفريند كود، هذا طبعا يعطيك هذا الكود، يعطيك هذا الكود، يقول لك هنا أنا تمرر الكاميرا، يمكن هذا البرنامج مال الكاميرا المفروض، يعني هذا اللي يقرا بالكيو ار، ما شو اسمه هذا مال، هو اللي يقرا هذا الكود. المهم، او تقول له سيند يور كود تو يور فريند، منه تقدر ترسل دعوه لصديق على الفيسبوك، على الواتساب، مثلا على الواتساب، على الواتساب راح تدز له بهاي الطريقه، تدز له هذا الرابط او هذا الكود، تدز لاي صديق سواء على الفيسبوك همين، تدز له هذا الكود، وراها راح يتم ارسال الكود اللي راح يقبله ويصير ضمن قائمة أصدقائك. هاي الطريقة الأولى، من تدخل على سيم وبهاي الطريقة إنه فريند كود، تدز له الكود من هنا على شكل رابط سواء على الواتساب، على الفيسبوك، على الماسنجر، على الفايبر، على أي مكان، يدخل على الكود مثلا يحمل اللعبة، أو إذا كان ما محملها أو إذا محمل اللعبة يجي هذا الرابط وراح يدخل مباشرة وياك. أو الطريقة الثانية، هاي الطريقة الأولى، الطريقة الثانية اللي هي منا الفان بيس، الفان بيس هاي هنا. منا سو مثلا دعوة سواء من الفيسبوك، هو انفايت، سو الانفايت منا مثلا على الفيسبوك، دوس الفيسبوك، او انفايت يور فريند من الفيسبوك، اكيد عندك هو اصدقاء يلعبوا، فهنا سو دعوة. اما منا من الزائد مال الفيسبوك طبعا، ادس دعوة لصديقك وراح يدخل وياك للعبة مباشرة. ها هي حاليا الطرق مال لإضافة الصديق أو تسوي له دعوة، ما به يعني إضافة خاصة بيها، هم مصعبيها معقديها باللعبة ما أعرف ليش. طبعا طوني بطاقة جديدة قبل ما أصور هذا الفيديو، لأخ طون هاي الشخصية اللي هي هاي، يقول التطوير لازم، وهاي الشخصية واحدة منهن إيبك، يمكن هاي كانت الإيبك وهاي الليجند أو بس الإيبك ما أدري. يعني أنا الفيديو صار عندي خطأ فلغيته ورجعت فتحت اللعبة مرتين، فتحت الصندوقين الطول دور الشخصيتين هذا وهذا، صراحة رهيبات. مثل ما قلت اللعبة كان قبل بها منظور الشخص الأول فقط، ضافوا لها منظور الشخص الثالث، زائدا المود مال 2 ضد 2. شايفين المود القديم، راح ندخل على المود 2 ضد 2. هم أقدر أسوي ألعب مع صديق هنا بلاي وذ فريند، إذا أسوي دعوة هم يعني الصديق اللي هي مثلا أسوي له دعوة، أوكي ردي لازم ثلاثة، تقول بلاي وذ فريند، هم حيقول لك انفايت فريند، تسوي له دعوه منه، هم يعني ترسل له الدعوه نفس الطريقه اللي شرحتها بالبدايه، راح تقدر تلعب ويا صديق، يعني انت وياه مثلا تدخلون ضد واحد، او هنا الراندوم، الراندوم تختار، العب عشوائي اني واحد ضد اثنين، يعني اني وصديق عشوائي ضد اثنين عشوائيين، اوكي كلهم عراقيين ضدنا، اثنين عراقيين اني وما اعرف الاجنبي وياي، خلاص احنا اثنين ضد اثنين هنا.
حلو. هسه هذا بوت قدامي، العلي علم هذا لاعب حقيقي اذا تشوفونه، هذا وياي. اوكي سوري يا عراقيين ضدي، كلهم عراقيين، تيم كامل عراقي. مثل ما تشوفون المنظور الشخص الثالث، ها شنو هنا، ها شنو هنا، لا لك وين شيتيت عندي هذا الايموجي. هاي شخصية جديدة، اوكي خلينا نشوفها. هاي الاهداف لازم احافظ عليها. وهنا منظور الشخص الثالث، قبل كان بس هيجي منظور الشخص الاول، كان مجرد سلاح. قبل سنتين من اول ما نزلت عليها، هذا الهدف الاول، هذا عراقي، هذا 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 ابو العلم العراقي، هذا لاعب، هذا بوت عافني وطلع قبل على الهدف. من يموت هذا اللاعب الحقيقي يقدر يختار البوت هو. لا هذا الشايل، هذا الشايل، هذا السلاح، جيب هاي الشخصية. فالمنظور الشخص الثالث كلش حلو باللعبة. هذا اللاعب، هذا اللاعب، هذا بوت، هذا اللاعب، هذا بوت يقدر يغير هو عليه. طبعا انا عندي سرعة هنا، الهدف، تدبير الهدف، تدبير الهدف. طبعا من العب اثنين ضد اثنين اخسر، هواي اخسر، يعني اللي ينزل وياي يمكن نوب. اوكي دمره يمكن هدف، او احنا دمرنا هدف، تمام. هذا الهدف الثاني، هناك هدف، واللي فوق عندهم هدف هنا، جيبه. لا مو هنا، فوق فوق فوق. هذا الهدف مالتهم الاخ، اخيرا اخذناها، اخذناها. طبعا هو شخصيات عندي بس ما لحقت تجربهم كلهم. يس يس والله اللعبه حلوه، والجيم بلاي يخلص بسرعه، مرات بسرعه يخلص. هاي اثنين ضد اثنين، او تقدر تسوي دعوه لصديقك تنزل انت وياه ضد اثنين، هنا تتفرج فيديو يقول لك دبل جواز الريوز او فخ توليه، ما يهمنا. اوكي شباب وصلنا لنهايه الحلقه، شو رايكم؟ طبعا اللعبه كلش حلوه بس ما اشتهرت، ما طشت من وراي بوبج. فاللي يريد يضيفني ما اعرف، لازم يضيفني على الفيسبوك، يسوي لي دعوه من الواتساب، ترى حيره على الفيسبوك، على الفيسبوك يسوي لي دعوه ونلعب سوا. اتمنى يضيفون بها قائمه مال صداقه، مال شلون تضيف صديق. طبعا هاي هذا السلاح حلو، رشاشات، بس رشاشه هاي شايله بس ما استخدمتها. هاي مسدس، وهذا بازوكي الرباعي، هاي هذا رشاشه بس ما لحقت استخدمها. ومثل كلاش تقدر تصفط يعني قوائم حلوه. اذا شباب وصلنا لنهايه الحلقه، شفتوا شلون نسوي دعوه لصديق او شلون نضيف صديق، بس هي ما بها اضافه يعني حرفيا، مجرد انه انفايت يسوي له، ها هي يسوي له دعوه منه ومنه، ها هي. اللي افتهمتوه افتهمتوه، انا ما اعرف شرحت هواي عليها. اذا لا تنسونا باللايك واشتراك المزيد، وصلنا لنهايه الحلقه، كان معكم علي العراقي وتحيات.